طبعا انت اخير متر متأجل اصلا اليوم بقى 17 والله احنا سنبيه اول مادة الفيزياء يوم الحد حد فيزياء اول مادة الفيزياء خلاص بقى شباب خلاص بقى عشان الوقت يا باشمهندس خلاص طيب بيقول لي ايه بيقول لي ايه ديت اخر جزء دكتور احمد سمير كان في حاجه يقول لي ايه اثبت ان الجسم لما يتحرك على دايره مش هو اللي بيعمل سيمبل هارمونيك موشن ده البروجكشن بتاعه يعني ايه كلمه بروجكشن يا شباب اسقاط طيب تاني بقى السؤال بيقول ايه اثبت ان الجسم لما يتحرك على دايره بيعمل حاجه اسمها ايه سيمبل هارمونيك موشن طب ازاي يا شباب ازاي الجسم لما يلف على دايره يعمل سيمبل هارمونيك موشن بالعقل كده هي الدايره ديت مش انا عارف ان كلمه سيمبل هارمونيك موشن يعني حركه بتكرر نفسها حوالين مركز معين المفروض يعمل ازاي المفروض يعمل كده كده هل الجسم كده بيعمل كده كده بس هو ما قالش الجسم هو قال ايه طب ما تيجي نبص على البروجكشن كده الاسقاط الجسم دوت لو انا عملت محور اكس ومحور واي فين اسقاط الجسم على محور اكس اهو كده ممكن اسميه ان مثلا هسميه ان طب الجسم لما يلف ويجي هنا فين الاسقاط بتاعه على محور اكس اهو برضه ايه اللي حصل للان اتنقلت من مكان لايه يعني اكنها مشيت كده صح طب الجسم لما يجي هنا ايه اللي حصل مشيت اكتر جت فين جت هنا طب الجسم لما يجي هنا فين البروجكشن بتاعه يعني معنى كده لما الف نص لفه البروجكشن مش ازاي من اليمين لايه مش عمل كده عمل كده طب لما يلف نص لفه لتحت بقى بص معايا كده حد فهمها هيعمل كده طب وبعد كده هيعمل كده وبعد كده ايه اللي حصل الاسقاط بتاعه اتحرك ناحيه الايه اليمين يعني خلي بالك ان كل لفه كامله البروجكشن بيعمل ازاي كده كده صح لا يبقى مش الجسم اللي بيعمل سيمبل هارمونيك موشن ده مين ده البروجكشن طب بس على اكس ولا بيعمل نفس الكلام على واي لو احنا جبنا الاسقاط على واي هتلاقي مثلا كده 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 طب نص الدايره الثاني يطلع بقى يبقى كل حركه دائريه بيعملها كام حركه سيمبل هارمونيك موشن اثنين واحده على اكس وواحده على واي اتفقنا كده بالفهم احنا فهمناها يعني ايه كلمه ايه سيمبل هارمونيك موشن طب ازاي اثبت الكلام ده امتى اقول على الجسم بيعمل سيمبل هارمونيك موشن لما يمشي بالمعادله دي العجله بتساوي سالب اوميجا تربيع فين مش دي معادله السيمبل هارمونيك موشن اي جسم بيمشي بالمعادله دي يبقى بيعمل ايه سيمبل هارمونيك موشن يبقى انا محتاج اثبت ان البروجكشن بيعمل كده صح لا طب يلا مع بعض كده هعمل ايه هرسم دايره انا هعملها خلاص كده انا عندي جسم اهو طيب بعد الجسم عن المركز مش ده يعتبر نص القطر يا شباب وفي نفس الوقت هو الامبليتيود حد عارف ليه مش ده ابعد مكان للجسم من المركز يعني ده يعتبر نص القطر وفي نفس الوقت ممكن اسميه ايه مش هو مايل بزاويه اسمها سيتا لا مايل بزاويه اسمها ايه سيتا عندي محور اكس ومحور ايه براحتك بقى ممكن تثبت الحركه ديت على اكس او ما احنا قلنا عندنا حركتين واحده الاكس وواحده نمشي زي الدكتور عملها على محور ايه محور واي تمام كده طيب حد فاكر حاجه اسمها القوه الطارده المركزيه كانت الاف بتساوي ايه ام في سكوير على ايه ده القانون بتاع القوه الطارده المركزيه طب مش اصلا القوه بتساوي كتله عجله صح ولا لا طب ما القوه نفس القوه ها والكتله نفس الكتله يبقى العجله المركزيه بتساوي ايه في تربيع على الارض في تربيع على الارض وصلت يبقى العجله المركزيه اسمها ايه في تربيع على الارض طيب يعني معنى كده هقول ان العجله بتساوي في تربيع مش ممكن اشيل ار واحط مكانه ايه صح لا مش نص القطر هو الامبليتيود يعني ممكن اقول ايه في تربيع على ايه لحد كده حد مش فاهم وصلت يا شباب في تربيع على ار او في تربيع على إيه؟ طيب العجله ديت مش بتشيل الجسم ناحيه السنتر كده مش ممكن العجله دي تتحلل على اكس وعلى واي
العامل على اكس هتاخد ساين ولا كوساين؟ العجلة على واي ساين. مثلا ناخدها على واي زي ما الدكتور عملها في المحاضره. يبقى العجله ها في اتجاه محور واي هي عباره عن في سكوير على اي بس مضروبه فين؟ ساين سي. لحد كده في مشكله؟ طيب يعني معنى كده انت خدت البوزيشن ده على محور ايه؟ على واي. ادي ال بتاعتنا احنا كنا عاملين نتكلم عليها من شويه. طب نقطه الاصل اسمها ايه؟ او. حد يعرف ياخد ساين سيتا من هنا؟ مش ساين سيتا عباره عن مقابل على وتر؟ مش المقابل ده هو هو او ان؟ صح ولا لا يا شباب؟ طب الوتر اسمه ايه؟ ايه؟ يعني معنى كده ممكن اقول ايه بقى؟ في سكوير على ايه بس في او ان على مين؟ على ايه؟ مين مش فاهم؟ تمام؟ طب مش او ان ده مسافه على محور واي؟ قطعه مستقيمه على محور واي. ممكن اشيل احط مكانها كلمه واي؟ صح ولا لا؟ مش هي مسافه على واي اصلا؟ يعني ممكن اشيل كلمه او ان واحط مكانها ايه؟ واي. في نفس الوقت ايه في ايه؟ ايه تربيع. يبقى في سكوير على ايه سكوير في مين؟ طب انا عارف اصلا من زمان فاكرين الاوميجا؟ ها؟ مش ال في ماكسيموم كانت بتساوي ايه اوميجا؟ خلاص؟ لو ربعت يبقى في سكوير بتساوي ايه سكوير في مين؟ يعني ممكن اشيل في سكوير على ايه سكوير واحط مكانها ايه؟ يعني معنى كده كلها بتساوي ايه؟ اوميجا سكوير في مين؟ ده مين ده؟ طب مش دي اللي احنا عايزينها؟ مش العجله بتساوي اوميجا تربيع في المسافه؟ هذا اللي بس المفروض كان فيه سالب صح؟ الطريقه دي مش اسمها جرافيكال. يعني ايه جرافيكال؟ بالرسم مش بالحسابات. بالرسم باين ان السهم ماله؟ اتجاهه فين؟ يبقى دايما العجله عكس الايه؟ عكس الازاز. مش محتاج احط سالب، باين على ايه؟ باين على الرسم. صح؟ الطريقه دي اسمها جرافيكال ميثود، في طريقه تانيه اسمها اناليتيكال ميثود. طريقه ايه؟ حسابيه. طب ايه الفرق يا باشمهندس؟ بدل ما ابدا بالعجله هبدا بالمسافه وفاضلها كم مره؟ مرتين. يعني بدل ما اقول العجله بتساوي كذا على طول، لا اقول لك ايه؟ واي بتساوي. برضه ممكن اعملها واي وممكن اعملها ايه؟ اكس، صح كده؟ طب لو هعملها واي فين المسافه اللي عندي؟ مش هي اسمها ايه؟ تتحلل على اكس، تتحلل على واي. انا عايز الايه دي على اكس وعلى واي. يبقى ايه ساين ولا ايه كوزاين؟ يعني معنى كده المسافه على محور واي هي ايه؟ ساين سيتا. صح ولا لا؟ ممكن اشيل سيتا احط مكانها اوميجا تي ولا لا؟ لان اصلا اوميجا اسمها سرعه زاويه صح؟ يعني زاويه على ايه؟ زاويه على زمن. مش كلمه مسافه على زمن يعني سرعه عاديه؟ طب زاويه على زمن يبقى سرعه زاويه. يعني معنى كده ممكن اشيل السيتا احط مكانها ايه؟ اوميجا تي. يعني معنى كده ان الواي هتساوي ايه في ساين اوميجا تي. هو انا عايز الواي ولا عايز اوصل للعجله في الاخر؟ هشتق كم مره؟ يلا معايا. يبقى دي واي على الدي تي بتساوي تفاضل الساين كوزاين في مشتقه في الزاويه اللي هي ايه؟ اوميجا. مفيش سالب طبعا. طب يلا نعمل ايه؟ مشتق تاني. يبقى دي سكوير واي على يلا سالب ايه اوميجا سكوير ساين اوميجا تي. لحد كده في مشكله؟ طب مش تيجي بس العجله؟ بتساوي مش ممكن اخد الايه والساين واحط مكانهم ايه؟ واي. يبقى كده بقى ايه؟ سالب إيه؟ اوميجا سكوير واي. وصلت؟ احنا كده اثبتنا ان الجسم لما بيتحرك على دايره بيعمل ايه؟ مش هو اللي بيعمل، دي حاجه اسمها البروجكشن. يعني ايه؟ الاسقاط. عملناها بكام طريقه؟ لا اما اناليتيكال اللي هبداها من الاول خالص وفاضل، لا اما ابدا بالعجل على طول اسمها جرافيكال يعني طريق الايه؟ الرسم. وصلت؟ صعب عليك ولا تمام؟ خش في الجديد؟ عايزين حاجه في المسائل؟ اكيد. طيب رقم 8؟ حد عايز رقم 8 في المسائل؟ انت بس؟ هو بس؟ يبقى انت بعد السكشن. طب انت بس خش في الالكتريك فيل. يلا كل ما اغمض كده الاقي اشوف سندات ميتة بنزل وانا ماشيين بالعربية، لقينا عربيتين
كشميري مع عبايه نص وعبايه ملاكي. عبايه الملاكي بقى كنت بحبها عيال صغيره. وصلنا بقى معايا شباب كده. الالكتريك فيلد عباره عن ايه؟ انا مش مهندس. الالكتريك فيلد عباره عن ايه؟ مش احنا قبل كده خدنا الشحنات الموجب والشحنات الايه؟ السالب. طيب بص يا باشمهندس، انت لو عندك شحنه موجب بوزيتيف تشارج وقربت منها واحده ثانيه، هل دي هتسيب تقرب منها ولا تاثر عليها بقوه؟ قوه ايه دي؟ هتخليها تعمل ازاي؟ هتمشي كده. طب لو جت لها من هنا هتعمل فيها ايه؟ برضه قوه ايه؟ تنافس. طب لو جت لها من هنا برضه قوه ايه؟ تنافس. طب لو جت لها من هنا كده، يعني معنى كده ان المنطقه اللي حوالين الشحنه دي ليها تاثير على اي حاجه ثانيه بره؟ اه. لقيت ان المنطقه حوالين الشحنه بتاثر على اي شحنه خارجيه تدخل فين؟ في المنطقه دي. عارفين المنطقه دي اسمها ايه بقى؟ اسمها المجال الكهربي. مش بيقول لك ان ايه؟ الطياره دخلت المجال الجوي؟ يعني ايه كلمه مجال بقى؟ مكان. مكان او منطقه. يبقى كلمه المجال الكهربي معناها ايه؟ هي المنطقه اللي حوالين الشحنه. المنطقه اللي حوالين الشحنه اللي بيظهر فيها ايه؟ تاثير الشحنه على اي حاجه ثانيه ايه؟ خارجيه. وصلت؟ تاني؟ يبقى المجال الكهربي عباره عن ايه؟ المنطقه المحيطه بالشحنه بحيث لو دخلت شحنه خارجيه تتاثر بايه؟ او تقدر تقوم مين؟ كلهم. عايزين نقولها بقى، نقولها ازاي؟ ذا ريجن يعني ايه؟ منطقه. سراوندنج يعني ايه؟ محيطه. ان الكتريك تشارج بشحنه كهربية. وير؟ حيث. اف اكسترنال تشارج يعني ايه؟ شحنه خارجيه. انسيرتد ان ذيس ريجن يعني ايه؟ دخلت في هذه المنطقه. ويل سبجكتد تو كولمز لو، تخضع لمين؟ سهله؟ خلاص كده؟ عرفنا ايه كلمه مجال؟ طيب هو المجالات كلها زي بعضها؟ ولا ممكن يكون في مجال قوي ومجال ضعيف؟ اعرف ازاي المجال دوت قوي ولا ضعيف؟ عن طريق القوه دي. لو المجال اثر بقوه كبيره يبقى المجال ده ايه؟ قوي. المجال ده اثر بقوه ضعيفه يبقى المجال ده ايه؟ يعني قصدك تقول ان شده المجال او قوه المجال بعرفها بالقوه اللي بتاثر على الشحنه؟ صح ولا لا؟ اه. قوه المجال هي عباره عن تاثير القوه على ايه؟ على الشحنه. ده كده اول قانون لمين؟ للالكتريك فيلد. طب ايه دي اسمها ايه بقى؟ اسمها الكتريك فيلد انتنستي. يعني ايه انتنستي؟ شده او كثافه. ماشي؟ يلا عايزين نعرف الكتريك فيلد انتنستي. ذا الكتروستاتيك فورس اكتنج بير يونت تشارج، يعني القوه المؤثره على وحده الشحنه. طب طب بتقاس ايه ديت؟ بالنيوتن على ايه؟ على كورس. صعبه؟ هي مشكله يا شباب؟ طب القانون ده بيجيب ماجنتيود بس، يعني ايه ماجنتيود؟ يعني قيمه. طب ازاي اجيب الاتجاه؟ اه بصوا كده، لو انا عندي مجال، مش انتوا عارفين دايما ان المجال بيطلع من الموجب؟ في حاجه اسمها خصائص خطوط القوه، لاين اوف فورس. كام حاجه؟ خمس حاجات. ايه هما بقى؟ دايما المجال ستارت ات ايه؟ بوزيتيف تشارج. ويبدا ات ايه؟ يعني دايما بيبدا من الموجب وينتهي عن؟ طيب تاني حاجه دونت انترسكت، يعني ايه؟ ما تخش مع بعض. دايما تلاقي خطوط المجال عامله ازاي؟ شايفين الشكل ده؟ مش كل مره ارسم كده بقى. بص بترسم ازاي؟ بترسم كده على طول. هل دول ممكن يتقطعوا مع بعض؟ لا. ها تالت حاجه كيربد لاينز، يعني خطوط منحنيه. ما تيجي تشوفها على النت او حاجه تلاقيها عامله كده. كيربد لاينز. طب عايز اجيب اتجاه المجال عند اي نقطه؟ هبص كده، عايز اجيب اتجاه المجال عند النقطه دي اعمل له ايه بقى؟ اعمل له يبقى هي خطوط منحنيه. اتجاه المجال عند اي نقطه عباره عن ايه؟ التانجنت. يعني ايه تانجنت؟ الممس. صعبه؟ ايه تاني؟ عددها بيعبر عن قوه المجال. كل ما كانت الخطوط ديت كتير يبقى المجال ده ايه؟ قوي. كل ما خطوط عددها قليل يبقى المجال ده ايه؟ ضعيف. فيها مشكله يا شباب؟ اتفقنا؟ طيب بص بقى يا باشمهندس، لو ده مجال، دي شحنه موجب ايه؟ مش المجال طالع من الموجب؟ ركز معايا في كويس جدا بقى. لو جيت هنا دخلت تيست تشارج موجب، هتعمل ايه التيست تشارج دي؟ تتنافر. هتتاثر بقوه. اه.
هل تمشي مع المجال ولا تمشي عكس المجال؟ مع المجال. يبقى ده اتجاه ايه ده؟ وفي نفس الوقت هو ده اتجاه مين؟ يعني معنى كده لما تكون الشحنه الموجب بيبقى اتجاه القوه نفس المجال. الجمله دي مهمه جدا. لما تكون الشحنه موجب بيبقى اتجاه القوه نفس اتجاه. طب بص كده بقى، طب لو دخلت شحنه سالب عكس اتجاه المجال هتقرب كده، يبقى اتجاه القوه ايه؟ عكس اتجاه المجال. يبقى انت لو عايز تعرف اتجاه المجال فين حط تيست تشارج. لو مشيت شمال يبقى اتجاه المجال ايه؟ شمال. دايما احط تيست تشارج ايه بقى؟ موجب. ليه دايما احطها موجب؟ عشان بتمشي اتجاه المجال، اتجاه حركتها نفس اتجاه مين؟ المجال. يبقى انت لو عايز تعرف اتجاه المجال عايزين تحضر الفضلان. لو عايزين تعرفوا اتجاه المجال حط تيست تشارج، وزي ما تمشي هو ده اتجاه الايه؟ اتجاهنا. صعبة شباب؟ صعبة؟ طيب نكمل مع بعض. تفتكر يا باشمهندس ان المجال قيمته ثابتة عند أي نقطة؟ يعني المجال هنا كده زي هنا زي هنا؟ لا. ولا المجال بيقل؟ بيقل. لأن مصدره الشحنة، وكل ما بعد عن الشحنة بيعمل إيه؟ بيقل. طب القانون ده يعبر لي عن كده؟ لا، أنا عايز قانون فيه مسافة عشان يجيب لي المجال على بعد ايه؟ معين، صح كده؟ انا عايز قانون يجيب لي المجال على بعد 5 سنتي، بعد كده يجيبه لي على بعد قد ايه؟ 10، بعد كده على كام؟ وعايز يوضح ان كل ما زود المسافه بيحصل ايه في المجال؟ المجال بيقل. القانون ده ما ينفعش. ينفع نعدله؟ بصوا كده، لو انا اعتبرت ان الشحنه دي اسمها كيو، ماشي؟ ودخلت الشحنه هنا اسمها ايه؟ يو نوت. مش كيو نوت ده تتاثر بقوه ولا لا؟ اه. طيب ينفع تفك الاف؟ اه، عباره عن كي. يلا الاي بتساوي كي كيو كيو نوت على ار سكوير. باعتبار مين هي الار سكوير دي؟ اللي هي اللي بينهم دي. ده كله على مين؟ اعمل ايه بقى؟ شيل كيو نوت مع مين؟ يبقى كده الاي بس بتساوي ايه؟ كي كيو على ار سكوير. يعني كده جاب لك كام قانون الالكتريك فيه؟ اثنين، واحد بيعبر عن المسافة والتاني ما بيعبرش عن ايه؟ عن المسافة. براحتك بقى استخدم اي واحد زي ما انت عايز. فيها مشكلة يا شباب؟ لحد كده تمام؟ حاجة صعبة؟ طيب تيجي تطبق في مسألتين ثلاثة؟ شوف الكلام عشان ما نزهقش. ماشي، يلا. أول مسألة بتقول ايه؟ أول مسألة بتقول، اسمع معايا كده، هاو ماتش فورس. رقم واحد في الاكسرسايز يا شباب، الاكسرسايز اللي هي صفحة 61. صفحة 61 يا شباب في الكتاب. هاو ماتش فورس يعني ايه؟ عايز ايه يعني؟ القوة. عايز القوة. اكزيرتد اون تشارج، يعني كلمة اكزيرتد تؤثر على شحنة مقدارها 10 أس سالب 6 كولوم. يبقى ده مين؟ الكيو باي ان الكتريك فيلد عن طريق مجال كهربي 50 فولت على متر. يبقى ده مين؟ ده الايه؟ هتقول لي ايه فولت على متر دي؟ مش كان نيوتن على كولوم؟ ما هو ليه وحدتين، لا اما نيوتن على كولوم لا اما ايه؟ طب جايب منين فولت على متر دي؟ الشابتر اللي بعد اللي جاي نعرفه. ماشي؟ مش وانت اللي بتتكلم. عندي عايز الاف ومدينا الكيو ومدينا الاي، اعمل ايه؟ اني قانون فيهم طيب؟ الاولاني صح؟ يعني معنى كده ان الاف هتساوي في حاجه ثانيه؟ بس هي دي المساله كده. خلاص؟ وصلت؟ اقول ايه؟ 6 أو 10 سالب 6 ب 5. طب يلا رقم كام؟ رقم 2. باشمهندس اللي بتتكلم المسائل اللي جايه صعبة على فكرة. هم أول مسألتين بس اللي سهلين. هاو سترونج أن إلكتريك فيلد. هاو سترونج أن إلكتريك فيلد يعني إيه؟ عايز قوة المجال. هل دي قوة ولا قوة المجال؟ قوة المجال. يعني دي إف ولا إي؟ إي. إي. خلي بالك. كده عايز إيه؟ is required to exert force، مطلوب عشان تأثر بقوة
اون ان الكترون على ايه؟ لما اقول لي كلمه الكترون خدت منها كام حاجه؟ حاجتين، الشحنه والكتله. يعني معنى كده ان الشحنه 1 × 10^10^19 والكتله 9 × 10^31. تمام؟ ده كله من كلمه ايه بس يا شباب؟ الالكترون. طب لو قال لي بروتون نفس الشحنه بس كتله ايه؟ كتله مختلفه. بيقول لي خلي بالك عشان تاثر بقوه على الكترون ايكوال تو اتس ويت. ايكوال تو اتس ويت، ويت يعني ايه؟ بيقول لك ان القوه بتساوي الوزن. يعني بدل الاف احط مكانها ايه؟ ام جي. ينفع يا شباب؟ يلا عشان نجيب الايه اعمل ايه؟ هل في مسافات؟ لا، يبقى الايه بتساوي اف على كيو. الاف عندنا؟ حط مكان الاف ايه؟ ام جي. ده كله على مين؟ ونعوض. الكتلة عبارة عن 9 × 11 × 10^31 والجي اللي هي عبارة عن ايه؟ 9 × 8/10. ده كله على كيو اللي هي بكام اصلا؟ هي 1 × 6 × 10^3 كام؟ بس خلي بالك لما تيجي تجيب المجال ما تجيبوش قيمة بس، لازم تجيب ايه كمان معاه؟ الدايركشن. طب عايز اعرف تجيب اتجاه المجال فين؟ ده كده الالكترون اهو. وزن الالكترون ده فين يا شباب؟ ممكن يكون فوق الوزن التحت. طب مش هو عمل قوة تعادل الوزن، يبقى القوة فين؟ لفوق. لو حد فين بقى الحتة اللي كانت هنا؟ المجال تحت. ها؟ المجال اللي فوق ولا اللي تحت؟ تحت. ليه بقى؟ مش دي شحنة سالب، يبقى اتجاه القوة فين؟ عكس اتجاه المجال. طالما القوة لفوق يبقى المجال اللي فين؟ هقول له المجال دوت داون وورد. يعني ايه داون وورد؟ كلاس. طب لو ده كان بروتون يبقى لو القوه فوق يبقى المجال هو كمان فين؟ يعني باختصار الشحنه الموجب اتجاه القوه نفس اتجاه المجال. طب الشحنه السالب اتجاه القوه عكس اتجاه المجال. وصلت؟ فهمت كان قصدنا ايه بالحته اللي هنا دي؟ طيب نخش في ثلاثه؟ دي مهمة جدا على فكرة. طبعا دلوقتي هنحلها مثلث صح؟ لازم تيجي مثلث؟ لا، ممكن تيجي مربع، تيجي مستطيل. الأشكال دي الدكتور بيحبها جدا خلي بالك عشان فيها تحليل بقى. تحليل وتقول له الزاوية فين في الربع الكام؟ فاكرين الكلام ده؟ طب الزاوية مع الساعة ولا عكس الساعة؟ مع إكس الموجب ولا إكس السالب؟ فاكرين القصة دي؟ تعالى نعملها تاني هنا بقى يلا. طيب إيه المطلوب دلوقتي؟ عايز يجيب الالكتريك فيلد عند ثلاث نقط. ايه هما ثلاث نقط؟ الاي والبي والسي. اصل خلي بالك يا شباب القوه اللي كنت بجيبها قبل كده كنت بجيب تاثير الشحنات على شحنه، لكن المجال ما بيتجابش على شحنه، المجال بيتجاب عند ايه؟ عند نقطه. هو حد يظبط في دي؟ المجال بيتجاب عند نقطه، لكن كلهم كان بيتجاب تاثير على ايه؟ على شحنه. خلاص؟ طيب معنى كده انا عايز اجيب المجال عند ايه مره، وبعد كده عند بي، وبعد كده عند سي. واحدة واحدة كده. أول حاجة أقول له إيه؟ هات بوينت إيه؟ عند النقطة. وأنا كان عندي كم مجال عند إيه يا شباب؟ مش كل شحنة بتطلع مجال؟ يعني معنى كده واحد هتأثر على إيه؟ صح؟
واثنين هتأثر عند ايه؟ يعني واحد ليها مجال واثنين ليها مجال. يلا عايزين نجيب المجال بتاع واحد هعمل ايه؟ هو ده انهي كروم ده اللي فيه مسافات؟ كي كيو على ار. يعني معنى كده ان اي واحد بتساوي كي كيو واحد على ار واحد سكوير. طب الكيب كام؟ 9 في 10 او 9. طب كيو واحد؟ 1.5 في 10 او 6 6. وخلي بالك لو في سالب بيتشال ما بيتحطش. طيب على فين بعد الشحنه من واحد؟ بص كده مسك كيو واحد وادي النقطه بعدهم كام؟ 6. بس 6 سم. تمام يبقى 6 في 10 والسالب 2 الكل. وصلت؟ طب يلا عايز اجيب مين بعد كده؟ اي 2 عباره عن ايه 2؟ كي كيو 2 على ار 2 سكوير. الكيب كام؟ طب كيو 2 بكام؟ 3 في 10 والسالب 6. يلا فين بقى الشحنه 2؟ اهي. طب فين النقطه اللي بحسب عندها؟ اهي. بعدهم عن بعض كام؟ 4. بس 4 من كام؟ 4 من 100 يعني 4 في 10 في سالب. ده كله انتوا شاطرين فيه عادي جدا مفيش مشكله. في الاخر بقى هجمع الاثنين واطرح الاثنين. قول لي حسب الايه؟ قول لي حسب الاتجاه. طب تعالى نجيب عند النقطه ايه ديت. هل عند النقطه ايه؟ المجالين دول هيتجمعوا على الطرحه. تعمل ايه بقى؟ اسمع دي بقى، اسمع دي. تعمل ايه؟ تيجي عند النقطه اللي انت عايز تشوف عندها حط حاجه اسمها تيست شارج. وتكون ايه التيست شارج ديت؟ لازم موجب. انت بتلاقي لو حطينا سالب هتلخبط نفسك. بس لو حطيتها سالب هتشوف القوه فين وتعكس ويوجع دماغي ليه؟ طب ما احطها موجب يبقى اتجاه القوه نفس ايه؟ اتجاه المجال. يبقى دايما تحط التيست شارج ايه؟ موجب. يلا واحد هتعمل ايه في التيست شارج؟ هتبعدها. يعني خليها تمشي ازاي؟ يبقى اتجاه مين؟ واحد. ايوه وصلت؟ طب اثنين هتعمل ايه في التيست شارج؟ هتسحبها. يبقى اتجاه مين؟ اثنين. يبقى كده ايه واحد واثنين مالهم؟ مع بعض. يعني معنى كده ان اي توتال عباره عن ايه؟ هي عباره عن اي واحد زائد. هتاكد من حاجه بس، هو هنا مين اللي بيتحرك؟ التيست تشارج بتتحرك. خلي بالكم فاكرين لما كنت بجيب التاثير على واحد كان مين بيتحرك؟ كان واحد. تاثير على شحنه اربعه كنت بجيب بيتحرك اربعه. دلوقتي بجيب التاثير على مين؟ اكيد بجيب التاثير على مين؟ على التيست تشارج. يبقى هي بتتحرك شمال ويمين. اصل في حد ممكن يقول لي ايه؟ اثنين هتروح للتيست تشارج. انا مالي باثنين؟ مين اللي بيتحرك؟ التيست تشارج. وصلت؟ صعبه؟ طب اتجاه المجال فين؟ قال له ايه؟ تو ذا رايت. يعني ايه؟ ناحيه اليمين. محتاج زوايا ديت؟ لا مش محتاج زوايا. طب يلا اجيب عند مين بعد كده؟ هاد بوينت بي. عندي كم مجال عند بي؟ اثنين. يلا اجيب مين ومين؟ بي واحد بي اثنين كي كيو واحد على ار واحد. فيها مشكله؟ مش هعوض، عايز بس المسافه وخلاص. يلا ار واحد بكام؟ ادي واحد وادي النقطه يبقى بعدهم عن بعض كام؟ يعني معنى كده ان ار واحد دي 4 في 10 سالب 2 الكل. فيها مشكله؟ عايزين نجيب مين بعد كده؟ اللي هي كي كيو 2 على ار 2 سكوير. حد يجيب لي ار 2 بكام؟ فين الشحنه الثانيه؟ اهي. طب فين النقطه اللي بحسب عندها؟ اهي. بعدهم عن بعض كام؟ 14. 14 في 10 او تساوي الكل. يلا اجمع ولا اطرح؟ اعمل تيست تشارج. فين بقى تيست تشارج دي؟ حط فين؟ عند مين؟ عند بي. تعال عند بي واعمل تيست تشارج. يلا واحد هتعمل ايه في تيست تشارج؟ هتجيبها كده. طب اثنين تعمل ايه في تيست تشارج؟ هطرح. اطرح ولا اجمع؟ اطرح. طب مين ناقص مين يا شباب؟ الكبير ناقص. وفي اتجاه مين؟ اتجاه الكبير. يعني معنى كده هيطلع تقريبا اي واحد هي الاكبر؟ عشان بس معشوقه صغيره. يبقى في الاخر المحصله عباره عن ايه؟ اي واحد ناقص اي. وفي اتجاه مين في الاخر؟ تو ذا ليفت. صح كده؟ تو ذا ليفت يعني ايه؟ ناحيه الشمال. طبعا كل ده عادي. فين بقى التحليل هيجي صح؟ على فكره في الغالب لما بتيجي في الامتحان بيجيبها لك عند نقطه واحده بس. ليه مين؟ خلاص كده؟ ده لعبة عيال ده كده. ليه شمال ويمين وتطلعهم مع بعض ده لعبة عيال. بص بقى اللي هي النقطة الثالثة. منور يا عم مؤمن. مؤمن صور.
يا باشا انت يلا معايا وانا مش عم برفض ال كل ده من الزمير صح كده؟ انا عايز بس دي اركز على دي بس يلا يا باشمهندس قول معايا بقى في الحسابات فيها مشكله؟ لا عادي جدا برضه هروح اجيب مين ومين؟ هروح اجيب اي واحد واروح اجيب مين؟ هجيبهم ازاي يلا؟ كي كيو واحد على ار واحد سكوير طب وار واحد بكام؟ فين بعد واحد من النقطه؟ 10 يبقى ديت كده 10 في 10 بس كام؟ الكل سكوير طب عايز اجيب اثنين كي كيو 2 على ار 2 سكوير ار 2 بكام؟ 10 برضه 10 خلي بالك حد بيطلع في المسافات؟ طب دلوقتي اجمع ولا اطرح؟ معرفش حط حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها ايه؟ تيم عند السي اللي انت عايزها يلا قول لي بقى واحد هتعمل ايه في التست شارج؟ تبعدها ازاي؟ في نفس الايه؟ طب اثنين هتعمل ايه في التست شارج؟ في نفس الاتجاه يبقى عندي كام مجال كده؟ مجالين مجال اسمه اي واحد عامل كده ومجال اسمه اي اتنين عامل كده نعرف نحلل على اكس وعلى واي يلا انا عايز زاويه بص يا باشمهندس انا عملت دي كده كده مش ده مثلث متساوي الاضلاع حد خد باله 10 و10 وكانت 4 و6 صح؟ هي الزوايا كلها بكام؟ يعني معنى كده ان دي كده ب 60 طب مش هي دي؟ حرف ايه ده؟ حرف الست يعني معنى كده دي بكام برضه؟ وعلى فكره اللي فوق دي برضه 60 حد عارف ليه؟ بالتناظر اهي ادي 60 اهي تبقى دي برضه كام؟ اه 60 او حاجه ثانيه مش دي 60 ودي 60 والخط المستقيم كام اصلا؟ 180 يبقى اللي باقي كام؟ 60 ماشي؟ عايزين نحلل يلا نحلل ازاي؟ المكان البعيد عن الزاويه يبقى ساين يعني معنى كده دي 2 ساين 60 وهنا دي 2 كوزاين حد لسه بيتلخبط في الكلام ده؟ طب فوق اي واحد ساين 60 وهنا اي 2 كوزاين 60 كل واحد بعد كده اجيب حاجه اسمها اي اكس وحاجه اسمها اي واي يلا اللي مع اكس بالموجب والعكس اكس اللي مع واي فوق بالموجب والعكس واي تحت يلا اي اكس هتساوي ايه؟ الاثنين بالموجب صح؟ يعني اي 2 كوزاين 60 زائد اي 1 كوزاين 60 طب عايز اجيب اي واي اللي فوق اي 1 ساين 60 ناقص اللي تحت ده ايه؟ اي 2 ساين 60 كده جبت منهم ايه؟ كده جبت اي اكس وجبت عايز اجيب المحصله اعمل ايه؟ يبقى الاي بتساوي جاز اي اكس سكوير زائد ايه؟ واي. طب الزاويه بتتجاب ازاي؟ الفاي بتساوي تان ماينس 1 مين على مين؟ واي على نرجع بقى لايه؟ موضوعنا تاني تطلع زاويه ليكن مثلا كام؟ 70 درجه عايز اقول بقى هي الزاويه ديت مع اكس الموجب ولا اكس السالب؟ مع الساعه ولا عكس الساعه؟ تيجي نشوفها؟ بنعمل ايه؟ حد فاكر؟ حط الاربع تربع بتوعنا اهو قول هنا اكس موجب وهنا اكس سالب هنا واي موجب وهنا ايه اروح ابص على مين مين اي اكس واي طلعت مثلا اي اكس بالموجب اهي وطلعت اي واي كمان مثلا بالموجب موجب موجب ربع كام ربع اول تيجي عند الربع الاول وتحط خط طب زاويه مين وعمين دايما يبقى تبين الزاويه ديت مع ايه يلا بقى اقول لي كده الزاويه ديت عامله 70 درجه مع اكس الموجب ولا اكس السالب؟ اكس الموجب طب مع الساعه ولا عكس الساعه؟ افتكروا في ناس بتقول مع وفي ناس بتقول عكس طب استنى هي عكس عارفين ليه؟ ببدا من المحور واروح للزاويه يا شباب احفظوا الجمل اللي بالعربي دي ابدا من المحور وروح للزاويه عشان ما تنساش في الامتحان ابدا من المحور وروح للزاويه كده لفيت ازاي؟ عكس عقارب الساعه افكرت واحده ثانيه اخر مره ده دي كده السالب الثاني والرابع ها؟ الرابع فكرت خلاص الرابع؟
اكس موجب واي سالب. حط ازاي؟ حط كده والسبعين تبقى فين؟ اهنا. يلا ابدا من المحور واروح لايه؟ للزاويه دي بقى عباره عن ايه؟ 70 درجه ويز بوزيتيف اكس اكسس برده بس دي ايه؟ كلوك وايز. سبتت سبتت زون احنا دي هرسناها المره اللي فاتت خلي بالك كلهم حد لسه بيتلخبط فيها؟ تمام؟ ناخد رقم 4 خليكم معايا كده. حلاوه الكهربيه اللي هي ممكن قانون واحد بس حد بيقول المسافه بس تبقى فاهم. طب في الربع الثاني هطلع الاكس المجابه لا من الميك هو انا هنا هيديني في المجابه بس الربع الثاني اه وانا مالي اكس ده بقى المره دي انا في اكس اللي فيها اللي انا عندها في الاكس الثاني واقول بتدينا على اكس الثاني اه بس ويز نيجاتيف اكس اكس ماشي. يلا يا شباب الآن الرابعة عبارة عن ايه؟ معايا؟ الرابعة دي فيها فكرة، ايه فيها فكرة؟ بيبقى عايز، خلاص بقى يا شباب مش الوقت، خلي بالكوا المسائل كلها مختلفة عن بعض. طيب اسمعوني بقى. بيبقى عايز النقطة اللي عندها المجال بزيرو. ايه ده هو ممكن المجال يكون بزيرو؟ امتى يكون المجال بزيرو؟ على فكرة مع وجود شحنات. اه معنى كده ممكن لو أنا عندي مجالين يبقوا عكس بعض بس قد ايه؟ اجي اطرحهم اديني كام؟ طب الكلام ده بيحصل بين الشحنتين ولا خارج الشحنتين؟ على حسب على حسب هل الاثنين زي بعض في الاشاره ولا عكس بعض في الاشاره؟ تيجي نبص عليها كده؟ بص معايا يا شباب لو انا عندي كيو واحد وعندي كيو اثنين عايز اعرف عايز اعرف في النص المجال بيتجمع ولا بيتطرح؟ تعالى نشوف مش المجال بتاع واحد هيبقى ماشي كده؟ طب المجال بتاع اثنين؟ هل دول مع بعض ولا عكس بعض؟ ممكن يبقوا بصفر؟ اه اه هل لازم في النص؟ امتى يكون بصفر في النص بالظبط؟ لو الشحنتين دول قد بعض بالظبط. طب لو الشحنتين دول مش قد بعض؟ لا في نقطة معينة ده المجال هيكون بكام؟ عارفين بتبقى ايه؟ اقرب للصغيرة. يعني مثلا لو دي واحد كولوم ودي اثنين كولوم تفتكروا لو هما مش قد بعض كده النقطه دي اقرب للاثنين ولا اقرب للواحد؟ اقرب للواحد. حد عارف ليه؟ لان المجال بتاع واحد صغير بس المجال بتاع اثنين كبير بس عقبال ما يجي هنا هيكون قل شويه فممكن يتساوي بتاع مين؟ لكن انت لو فرضتها هنا المجال بتاع اثنين ماله؟ كبير والمجال بتاع واحد ايه؟ اصغر منه تبقى عقبال ما يروح له هيكون صغير اكتر عمره يتساوي معاه؟ لا فدايما تخليها جنب مين؟ باعتبار ان الكبير عقبال ما يروح هنا هيكون ايه؟ هيكون صغر شويه ممكن يتساوي معه. طب بره الشحنتين بيتجمعوا ولا بيتطرحوا؟ بره بره هنا. واحده واحده المجال ماشي كده صح؟ طب بتاع التاني كده صح ولا لا؟ مع بعض ولا عكس بعض؟ يبقى اجمع ولا اطرح؟ طب هنا برضو ايه؟ مع بعض. يبقى خلي بالك بقى لما يكون الشحنتين نفس الاشاره جوه بطرح وبره ايه؟ يبقى النقطه اللي عندها المجال بصفر فين؟ وجنب مين؟ ولو قد بعض اتفقنا؟ طب دي لو واحده موجب واحده سالب اكيد هنعكس صح ولا لا؟ يلا لو واحده موجب واحده سالب وادي واحد وادي ايه؟ اثنين يلا جوه بجمع ولا بطرح؟ ليه؟ بص كده المجال بتاع دي داخل لها والمجال بتاع دي طالع منها يبقى جوه مالهم؟ بيتجمعوا. طب بره؟ هنا وهنا هناك يبقى النقطة عندها المجال بصفر فين؟ طب جنب مين فيهم؟ يعني جنب واحد ولا تاني باتنين؟ واحد. أنا حطيت الرقم ده ما تقدرش تلخبطه على فكرة. جنب واحد. أنا مالي بالسالب، هو السالب بيفرق معايا في حاجة؟ بقول لك جنب الشحنه قيمه صغيره، قيمه الشحنه صغيره. اتفقنا يا شباب؟ يبقى خلي بالك جنب الشحنه صغيره بغض النظر عن ايه؟ عن الاشاره. يعني معنى كده النقطه اللي عندها مكان بصفر هي فين؟
طب لو قد بعض مفيش، يعني مفيش ما لا نهايه، مش هلاقي نقطه عندها المجال بايه بسه. لو قد بعض مفيش نقطه. اتفقنا؟ اظن خدت معلومه عنها قبل كده في ثانوي. انا بشرحها بالتفصيل عشان ما حد ما خدهاش قبل كده. هتقول لي كل الكلام ده ليه؟ كل الكلام ده ليه؟ تعالوا نبص على الاربعه كده. ايه مش مهندس، خليك معايا، خليك معايا، يلا يلا. ماشي انا عارف ان في ناس عارفاه بس في غيركم مش عارفكم، معلش. طيب عندي شحنتين Q1 و Q2، دي منهم مسافة قد ايه المسافة ديت؟ 100 سم. طيب يقول لي Q1 ديت دي كام؟ 1 مايكرو كولوم. طب Q2 ب 2 مايكرو، ب 2 مايكرو. يقول لي خلي بالك باشمهندس، هنا بقى النقطة تبقى في النص ولا بره؟ في النص، جنب واحد ولا جنب اثنين؟ راح اجي جنب واحد وحط نقطه، وانا كاتبين ان دي اسمها ايه؟ اكس. يبقى اللي باقي كام؟ برافو، يعني الحته دي كانت لو اكس يبقى اللي باقي 100 اكس. عارفين ايه المطلوب؟ اكس بكام؟ عايز اكس بكام بس؟ خمسه. عشان اجيب الاكس، مش النقطه ديت عندها المجالين قد بعض بالظبط؟ انا اقدر اقول له ايه؟ طالما انت بتقول لي ان المجال دوت بصفر، يبقى اذا اي واحد هنساوي، ونعوض نقول ايه بقى؟ كي، ها؟ كي واحد فين مسافه واحد؟ اكس، بس اكس ايه؟ بيساوي كي كيو 2 على 100 ناقص اكس الكل. طب الكي اتشالت مع الكي، وكي واحد واحد على اكس سكوير. طب كيو 2 2 على 100 ناقص اكس الكل ايه؟ تقول انت ما حولتش يعني، انت ما هتروح، انا 10 سالب 6 و10 سالب 6. مين مجهول هنا بس؟ في طريقتين بقى، يا اما نكمل رياضه، يا اما شيفت صلب على الاله. عارف طريقه شيفت صلب؟ بتحط لها مجهول اسمه اكس وتجيبه لك. انا ما اعرفش على الاله، تعالى نكمل رياضه. اعمل ايه في الطرفين دول؟ ناخد لهم الايه؟ الجذر، جذر واحد، جذر اكس تربيع اكس. طب الناحيه الثانيه؟ يبقى جذر 2 على 100 ناقص اكس. طب بعدين اعمل ايه؟ طرفين، يبقى جذر 2 اكس هتساوي 100 ناقص، وادي اكس جنب اختها الناحيه الثانيه، يبقى كده خدت اكس عامل مشترك، يبقى لي ايه؟ جذر 2 زائد ده كله بيساوي جذر، يبقى اكس بس 100 على جذر 2 زائد 2 تطلع 41 سم. هنا 41 سم يبقى صح ولا غلط؟ صح. لا 41 المسافة الثانية ده صح. أهم حاجة تطلع أقل من 50، خلي بالك أقل من 50 لأن أقرب لواحد. لو طلعتها أكتر من 50 يبقى غلط. طب أنت إزاي قايل إن هي أقرب لواحد وهي أكبر من 50؟ ماشي. رقم رقم 8. انا باخد الحاجات اللي لسه في حاجات ما خدناهاش لسه. خمسه فيها تكامل، لسه هعلمك التكامل ده بيتعمل ازاي. هحل كله بقى ليه؟ ايه يا شباب تكلموا ليه؟ زهقتوا خلاص؟ ما كملناش نص ساعه لسه؟ طيب حد فاكر قوانين نيوتن للحركه؟ اللي هي الثلاث قوانين بتوع نيوتن، اللي هي السرعه الفاينل والسرعه الانيشال وهكذا. طيب خد بقى مش وقت الكلام، خلي بالكم ان في اثباتات، انتوا عايزينها ولا لا؟ طب ما تخلصوا بقى تنجزوا في المسائل. طب يلا معايا يا باشمهندس، يلا تفتكر القوانين. اول قانون بيقول ايه؟ ان الدي فاينل بتساوي دي انيشال زائد اي دي، باعتبار ان الدي فاينل معناها السرعه النهائيه، دي انيشال كده ايه؟ الايه العجله، والتي اللي هي الايه؟ طب الثانيه يعني دي فاينل تربيع بتساوي دي انيشال تربيع زائد اي اكس. فيها مشكله؟ الاخيره بقى اكس هتساوي دي انيشال تي زائد نص اي تي. مش
مشكله قوانين، مشكله ملحوظات على القوانين بقى. ركز معايا، ركز معايا. القوانين ديت فيها عجله صح؟ امتى احط العجله ديت بالموجب وامتى احطها بالسالب؟ امتى تبقى السرعه الابتدائيه بصفر وامتى تبقى السرعه النهائيه هي بصفر؟ واحده واحده كده، واحده واحده. اولا امتى احط الفي انيشال بزيرو؟ لو قال لي كلمه فروم ريست، يعني ايه فروم ريست؟ بدا من السكون، خلاص كده؟ ستارت فروم ريست، خلاص كده؟ يبقى كلمه فروم ريست. امتى احط الفي فاينل هي اللي بصفر؟ لو قال لي كام تو ريست، يعني ايه كام تو ريست؟ هيقف بعد كده، وين ستوب؟ اول ما تفهم ان هو الجسم ده بعد شويه هيحصل فيه ايه؟ هيقف، يبقى الفي فاينل بجنب؟ بزيرو. كام تو ريست. حد كده تمام؟ امتى احط العجله بالموجب وامتى احط العجله بالسالب؟ على فكره معتمد على دول. اصل الجسم لو هيقف بعد شويه سرعته بتزيد ولا بتقل؟ يبقى العجله الزياديه والتناقصيه حطها بايه؟ دي اسمها ديسيليريشن مش اكسليريشن. تاني كده؟ في حاجه اسمها اكسليريشن، في حاجه اسمها ديسيليريشن. كلمه اكسليريشن معناها ايه؟ عجله زياديه. طب ديسيليريشن عجله تناقصيه. طب امتى تبقى بالسالب والموجب؟ قلنا اهو تبقى بالموجب لو البي انيشال هي اللي بتسبب. ليه؟ الجسم بادئ من السكون هيبدا يزيد. يزيد. طب تبقى امتى بالايه؟ بالسالب. لو بي فاينل هي اللي اصل الجسم عمال يعمل ايه؟ عمال يبطا، فاكيد هو اللي بيحصل في العجله بتاعته. وصل؟ ممكن لو مع المجال او عكسه. ما هي دي نفس الفكره. باشمهندس بيقول لي لو مع المجال او عكسه. طبعا لو الجسم عايز يمشي في اتجاه هو مش عايزه هيبطا ولا يسرع؟ مثلا انت حذفت الكترون ناحيه السالب الناحيه الثانيه هيسرع؟ اكيد انت كده حذفته بسرعه كبيره جدا وعمال يعمل ايه بقى؟ اصل هو مش عايز يروح ناحيه السالب. يبقى العجله ايه ساعتها؟ جبت بروتون وحذفته ناحيه السالب هيلزق الناحيه الثانيه، صح كده؟ هيسرع ولا يبطا؟ يسرع. بتفهم اهي؟ خلاص كده؟ يعني لو الجسم عايز يمشي يبقى العجله بالموجب، الجسم مش عايز يمشي عجله بالسالب. وصلت؟ تيجي نطبق في المساله؟ يلا. فاكرين بقى معاكم ايه؟ بديكوا حته وعليها مساله، واخدين بالكم؟ بدل ما يبقى الشرح كله ورا بعض. طب لو بروتون رقم 8 رقم 8 يا شباب يلا. قول لي بروتون. باشمهندس لما اقول لي كلمه بروتون عرفت كام حاجه؟ اثنين. هم تمام. الشحنه 1.6 السالب، والكتله 1.67 طبعا دول مش حفظ، خلي بالكم دول موجودين على الغطاء بتاع الاله، في السواب بتاعت الاله. بتاعك ليه؟ طبعا لو مش موجودين اكتبهم كده كده صح؟ هتغلبوا يعني؟ طيب بيقول لي بقى خلاص؟ خلاص شباب؟ يا شباب الوقت هيعدي بسرعه خلي بالك. طيب بيقول لي ايه؟ البروتون دوت از بروجيكتد، يعني ايه بروجيكتد؟ اطلقته in the positive x direction في اتجاه x الايه؟ الموجب into region of uniform electric field، دخل جوه منطقه ايه؟ مجال. المجال ده 6 في 10 اس 5 ده منين؟ ايه؟ 6 في 10 اس 5 نيوتن على ايه؟ على كولوم. دايركت الونج ده ايه؟ نيجاتيف اكس اكسس. يبقى ده خلي بالك المجال اتجاهه ناحيه مين؟ نيجاتيف اكس اكسس. وانت مشيت البروتون فين؟ يعني بص نمثلها ازاي ديت؟ يعني المجال عامل كده. يبقى المجال ماشي من فين لفين؟ في اتجاه الميكس اكس ليه؟ طب وانت بقى شفت البروتون ازاي؟ شوف بقول لك اطلقت الالكترون البروتون دوت في اتجاه اكس الموجب كده بقى البروتون ده من غير ما اكمل هيبطا ولا يسرع؟ ها؟ هيبطا. اصل المفروض البروتون يمشي مع المجال، خلي بالك مش الموجب بيمشي مع المجال؟ انا كده ماشي مع المجال ولا عكس المجال؟ غصب عنه ايه اللي هيحصل؟ وكمان شويه هيقف خالص، صح كده؟ نكمل بقى المساله بيقول ايه؟ ذا بروتون ترافل 7 سنتيمتر بيفور كومينج تو ريست. ذا بروتون ترافلز 7 سنتيمتر بيفور كومينج تو ريست، يعني ايه؟ هيمشي مسافه 7 وبعد كده اللي هيحصل له؟ يعني معنى كده ان الاكس 7 سنتيمتر. في معلومه ثانيه؟ في فاينل. والعجله لما تيجي تحطها تحطها بايه؟ كل ده من كلمه ايه؟ كومينج تو ريست. خلاص؟ يبقى الاكس ب 7 البي فاينل بصفر. اول ما تحط بي فاينل بصفر حط العجله بسالب على طول. طيب كملوا معايا.
ايه المطلوب؟ عايز يحسب الاكسلريشن العجله الانيشال سبيد دي انيشال التايم الزمن. يلا معايا واحده واحده كده. مش القوه بتساوي كتله في عجله صح ولا لا؟ طب مش في نفس الوقت ان القوه بتساوي الشحنه في شده المجال صح ولا لا يا شباب؟ اقدر اقول بقى ان العجله قصدك بتقول بتساوي يو في اي على ام. ينفع؟ او حاجه ثانيه كنت ممكن احسب القوه الاول عباره عن كيو في اي وبعد ما اجيبها اقسمها على مين؟ براحتك. عايز تعملها على خطوتين ماشي، عايز تعملها على خطوه واحده بس ماشي. يبقى العجله بتساوي كيو في اي على مين؟ عليه. عندنا كل الحاجات دي؟ عوض بكل ده بس حط جنبها كلمه ايه؟ سالب. سالب متر على ايه؟ طب بعد ما جبنا العجله عايز السرعه الابتدائيه. ناخد انهي قانون؟ الثاني. الاول ولا الثاني؟ الثاني. الاول ولا الثاني يا شباب؟ الثاني. اشمعنى الثاني؟ برافو. يبقى في فاينل احط مكانها ايه؟ في انيشال ما اعرفهاش زائد حط العجله في السالب وجنبها الاكس بس معلش 2 و2 الصفر ده المفروض يبقى ايه؟ 2 سالب 2 اكس 7 بس في 10 بس كام؟ وصلت؟ طب لو حد لسه يحط السالب تطلع عن السرعه تربيع بالسالب تيجي تاخد لها الجذر كومبلكس نمبر صح كده؟ وخلي بالك هتلاقي نفسك ايه غلطان في حاجه. لو حطيت العجله بالموجب وهي بالسالب هتلاقي مشكله ظهرت. ايه المشكله؟ ليه ما تلاقي السرعه طلعت بالسالب؟ ليه ما لو طبقت في القانون الاخير هتلاقي الزمن طلع بالسالب؟ حد فاهم؟ تعرف انت عامل ايه؟ عامل حاجه غلط. طيب لحد كده في مشكله؟ من هنا اجيب مين؟ واخد لها الجهاز. يبقى انا كده جبت مين؟ في انيشال. عايز اجيب التايم اعمل ايه؟ في الاولى صح؟ دي فاينل بتساوي دي انيشال زائد برضه دي اكسب ودي لسه جايبينها والعجله عندنا بالسالب والزمن هو اللي ايه؟ صعب يا شباب؟ كده جبت مين؟ يبقى الفكره كلها بس تعرف تجيب العجله، لو جبت العجله تعوض في القوانين دي عادي جدا. حته كلمه كومنت تو ريست وستارت ايه؟ ستارت فروم ريست. نعم. هو مشاه كده، مشاه اكس منين؟ هو قال كده. مش هو بيقول لي بروجيكتد في البوست الاكس اكسس، هو قال كده على فكره. خلصوا يا جماعه عن الاسبانيز ناس. مش هيحصل. طب ما هو برقم العجله برقم. لان بقى نعم؟ سالب وسالب مكان. انا قصدي يعني بدل ما اكتب الارقام واطلعها. ماشي؟ طيب يا شباب وانا بقى لما اعمل على السبوره صح كده تيجي انت عندك تعمل تعمل صح كده انا اعمل لك صح برضه يعني صح دي معناها النادي جبته يعني فاهمين يعني مش حاجه كده اصل انا قبل كده كنت حل الامتحان عامله صح ناخد سبعة آخر حاجة وبعد كده نرجع نخش على إيه؟ على التكاملات بقى. احنا خدنا الأولى والثانية والثالثة والرابعة. الثامنة صح كده؟ ناقص الخمسة خمسة ستة سبعة. هل السبعة ناقص خمسة ستة؟ طيب سبعة بتقول إيه؟ اثبت اثبت إن الـ EX بتساوي 4 كي يو اي طبعا دي حاجات انتوا ما عرفتوش تحلوها برضه دي صعبه عليكم شويه صح؟ يعني اللي فكر يحل كان ممكن ما يكونش حل ديت يعني طيب عايز يثبت يا شباب اسمع بقى دي صعبه شويه اسمع لي عايز يثبت ان المجال على محور اكس المجال على محور اكس باشمهندس باشمهندس المجال على محور اكس بيساوي ايه؟ 4 كي كيو اي على اكس تكامل واحده واحده كده اولا ايه الشكل اللي قدامنا ده ده حاجه اسمها دايبول ده ليه دايبول يعني ثنائي القطب كلمه داي يعني اثنين وبول يعني ايه
قطبي، وداي بول معناه ايه؟ يعني شحنتين قد بعض في الايه؟ في الرقم بس عكس بعض فين؟ في الاشاره. يعني شحنه موجب وشحنه بس الاثنين مالهم قد بعض بالظبط. اتفقنا؟ عارفين الداي بول ده عامل ايه؟ زي الجزيئات الكيمياء كده، الموليكيول يعني الجزيء عباره عن ايه؟ واحد سالب واحد ايه؟ اثنين. قول لي بقى اثبت ان المجال عند اي نقطه على محور اكس بيساوي كذا. هعمل ايه؟ هعمل محور واي ومحور ايه؟ محور اكس. فانا هحط نقطه على محور اكس اهو، خلاص كده. بعد النقطه ديت عن المحور بتاع واي اسمها ايه؟ اكس. مش هي نقطه على محور اكس؟ يبقى ده اسمه ايه؟ اكس. حد كده في مشكله يا شباب؟ طيب مش ديك من ايه؟ لما انا اقسمها كده بالنص بالظبط يبقى اقسمها ايه؟ برافو عليكم. دي كده ايه؟ دي كده ايه؟ ايه. طب عند النقطه دي يبقى عندها كم مجال؟ مجالين، مجال جاي من الموجب ومجال جاي من السالب. فانا ممكن اسميه على فكره كده، ممكن اسميه اي موجب، ممكن اسميه ايه؟ اي سالب. ينفع؟ اه يلا. المجال ده يجاب ازاي؟ كي يو موجب صح على فين بعد الشحنه الموجب من النقطه؟ هل هي اكس ولا اكس ناقص اي؟ اكس ناقص اي بس الكل سكوير. عايز اجيب الاي سالب، ها كي يو سالب على البعد بتاعه. ادي النقطه وادي اكس سالب، دي كلها اكس وعندنا ايه؟ يبقى اكس زائد ايه؟ اكس زائد ايه؟ ده كله ايه؟ فيها مشكله؟ يلا خطوه اخيره بقى، اجمع ولا اطرح؟ حط ايه بقى؟ تيست تشارج فين؟ عند النقطه اللي انا عايز احسب عندها. هتمشي ازاي بقى؟ واحد الموجب هتعمل فيها ايه؟ تبعدها كده. يبقى ده كده ايه موجب؟ طب السالب هتعمل فيها ايه؟ هتجذبها صح؟ يبقى ده كده ايه؟ اي سالب. اطرح مين ناقص مين؟ اطرح اي موجب ناقص. حد عارف ليه؟ لان اكيد اكس ناقص ايه اصغر من اكس زائد ايه صح؟ يعني معنى كده ان المجال التوتال بتاعنا هو اي موجب ناقص اي سالب. اللي هو بيساوي كي. مش ممكن اخد كي وكي عامل مشترك؟ صح ولا لا يا شباب؟ هيبقى لنا ايه؟ واحد على اكس ناقص ايه فول سكوير ناقص واحد على اكس زائد ايه. ينفع؟ عايز اوحد المقام. مقام في مقام، طرفين في ايه؟ وسطين. يلا وحد المقام كده، ادي كي وادي كيو. لما اجي اوحد المقام هعمل كده، مقام في مقام، الطرفين وسطين، اكس زائد اي في كل تربيع ناقص اكس ناقص اي في كل تربيع. فيها مشكله؟ مضطرين نفك، معلش لازم نفك. يلا كي كيو زي ما هي صح؟ اهي. طيب فك لي اكس تربيع كده زي ايه؟ اكس تربيع زائد اي تربيع زائد 2 اي اكس ناقص اكس تربيع صح؟ ناقص اي تربيع كم؟ استنى بس استنى. ماشي واحدة واحدة. انا ليه عملتها كده؟ ليه عملتها كده؟ ممكن لو عايز تبص لنا سن عشان تاخد بالك ان في ناس بتتلخبط. ايه هي بقى؟ لما تيجي تفك الكوز يا باشمهندس فكه برضه بس ايه؟ بس جوه كوز تاني عشان كل الكوز ده مضروب فيه اصلا. يعني كل ده هيتفك كده، خلي بالك المفروض يتفك اكس تربيع زائد اي تربيع صح؟ ناقص 2 اي اكس. بس خلي بالك كل ده قدامه ايه اصلا؟ سالب. فبص بدل ما كانت اكس تربيع بقت سالب اكس تربيع، بدل ما كانت اي تربيع بقت سالب اي تربيع، بدل ما كانت سالب 2 اي اكس بقت. وصلت؟ وصلت؟ مين ما فهمهاش لسه؟ لما يكون عندك قوس بتفكه خلي بالك ان هو مضروب في سالب بره، يبقى فكه عادي جدا بس اعمل ايه؟ اضرب في السالب. يلا كملوا معايا، ده كده الباص صح؟ مش المقام ده ممكن افكه اكمال مربع؟ يعني بدل ما افك دي ودي تمام، ممكن اخليهم اكس تربيع ناقص اي تربيع الكل. ينفع؟ مش ده بيفك كده اصلا؟ مش ده اللي بيكون بيفك واحد موجب واحد سالب؟ عارفين المعلومه دي ولا لا؟ طيب كملوا معايا. بص لي فوق بقى كده هنا يا باشمهندس. اكس تربيع هتتشال مع ايه؟
ايه تربيع مع لكن هنا 2 اي اكس و2 اي اكس يبقى كام؟ يبقى كي كيو في 4 اي اكس. بصي لتحت بقى، مش اكس تربيع ناقص ايه تربيع؟ يا شباب هو الدايبول ده حاجه كبيره ولا حاجه صغيره؟ بقولك ده جزء من الماده، خلي بالك ده جزء من اتومز ذرات مع بعضها. يعني الديستانس دي كبيره ولا صغيره؟ صغيره صغيره جدا. طب بالنسبه لاكس بقى صغيره جدا، ممكن احمل الايه بالنسبه لمين؟ الاكس، لان الايه دي مسافه جوه الماده من جواها، صح كده؟ بالنسبه لاكس اللي بره ده مسافه صغيره جدا، فانا ممكن اعمل مين بالنسبه لمين؟ اعمل الايه بالنسبه، وقلت لكم قبل كده ينفع اعمل في الجمع والطرح بس ما ينفعش اعمل فين؟ عارف المعلومه دي ولا لا؟ لما اجي اعمل ما بهملش في الايه؟ في الضرب والقسمه، بعمل فين؟ لان 1000 في 1 من 10 ب 100، لكن 1000 زائد 1 من 10 مش فارقه، فما ينفعش اهمل في الجمع في الضرب والايه والقسمه. فاهمل الايه في المقام بس ما اعملهاش فين؟ طب لما اعملها يبقى اكس تربيع اس 2 يعني كام؟ اكس 7 وعندي فوق في اكس بقت ايه بقى في الاخر؟ 4 في يو ايه صعبة؟ معلش دي رياضة مش دي مش فيزياء. دي فيزياء دي؟ الفيزياء بس الحتة دي. بس. نعم. فين فين؟ ارفع ايدك بقى. من مربع؟ الأهمال مفيهاش. الأهمال؟ آخر خطوة؟ دي؟ دي أهمال الإيه؟ الإيه صغيرة جدا بالنسبة للإكس. الإيه تبقى تفهم جوه المادة. الدايبول ده جزئي. يعني جزيء هو المادة، هل هو المسافة بينهم كبيرة ولا صغيرة جدا؟ حاجات بالمايكرو، حاجات صغيرة جدا. مقارنة بالنسبة لمحور إكس، حاجات صغيرة جدا. ما ينفعش خدها جوه عشان دي حاجة صغيرة جدا. يعني فقط من المربع مش لازمة برضه. لو حطيت الإبسيلون برضه من الأول هتيجي. الاثنين شغلتين دول إكس تربيع وإكس تربيع. حاجة بالمايكرو يعني. انا عرفت منين؟ عشان اوصلها للبث بشكل اكيد. ما انا قلت لو عندكم البث بتغلبوا يعني، عرفت ان انت تلغيه بس هو توصل لي في اخر الشكل بتاعك. حد عنده سؤال؟ اتفضل. نعم؟ في البث ما ينفعش صح؟ قصدك ليه ما اهملش الايه في البث؟ ما ينفعش تهمل الحاجه في الضرب. لان واحد من عشره في الف هيخليها 100. لا مش الاول خالص. عم بوصل لخطوه وانا اعملها، وانا كنت عارف عايز اعمل ايه عشان اعملها اصلا. انا ليه عملت كده؟ جيت ابص على الاثبات وجيت ابص هنا لقيت ان اكس تربيع دي ما بقاش فيه ايه في المقام خالص. فانا فهمت ان الايه اصغر من اكس بكتير. على فكره ده خلاها موجود في مرجع، مش بنقلف يعني. نرجع تاني شباب يلا نرمو عشان مش لغط عشان تعرف المجال اهو. ايه يا شباب كفايه كده خلاص؟ انت عايز المجال عند النقطه دي فانت هتخليها مجابه عشان تعرف المجال راح فين. انت ممكن تخليها سالبه خالص. الناس اللي بتتكلم يا عم فكك من المجابه وسالبه. المجال ده ايه؟ جاي كده خلاص جاي بيبقى رايح جاي. طيب فدي هتشدها كده. ايه بقى اللي جاي؟ ده تشدها كده. التاني اللي جاي بقى تكامل. طبعا احنا ماشيين كويس يعني. ايه لازمه التكامل في الموضوع؟ هقول لك ايه لازمه التكامل دلوقتي يا باشمهندس اسمع مني بقى. دي دلوقتي عندك شحنه اهي وفي نقطه، هو ده اسمه ايه؟ تعرف تجيب لي المجال عند النقطه دي؟ ها؟ تجيب ازاي المجال عند النقطه دي؟ الاي هتساوي كي كيو على ار سكوير. فيها مشكله؟ مين هي الار؟ بعد النقطه عن ايه؟ طيب عايز يجيب المجال عند النقطة دي فين بقى الار؟ هل الار هي بعد دي ولا دي ولا دي ولا دي؟ ينفع اطبق القانون ده؟ لا. يبقى خلي بالك بقى، يبقى القانون ده ما يطبقش على كل الاشكال. ده بتطبق على حاجه اسمها بوينت تشارج. يعني ايه بوينت تشارج؟ يعني شحنه متركزه فين؟ طب لو اتوزعت ما ينفعش. طب لو بدل ما سلك بقى مساحه،
وعايز يجيب مجال ينفع؟ برضو لا هتاخد انهي طوله بقى حجم ينفع؟ لا بخلي بالك بقى يبقى كنوما مش على كل اللي ايه؟ لو حد خد باله كل اللي احنا حليناه اصلا كان على جوينت تشارج حد كان بياخد باله يعني طب لو جاب لي سلك اعمل ايه؟ مش طبق كروم ما ينفعش طب لو جاب لي مساحه مش هينفع لو جاب لي مكعب مش هينفع طب اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه؟ بصوا كده هاجي اقول ايه؟ مش السلك دوت في شحنه ليه اسمها كيو هل متركزه ولا متوزعه؟ متوزعه على الطول بتاعه اسمه ايه الطول؟ انا عايز اعرف هو كل واحد متر في شحنه قد ايه؟ بصوا بقى هسمي حاجه اسمها لامدا وسيجما ورو اللامدا عباره عن الشحنه على ايه؟ لو حد بيفهم بقى ايه بقى معنى لامدا ده؟ هو كل واحد متر في شحنه قد ايه؟ صح ولا لا؟ تاني؟ لامدا دي معناها ايه؟ هو كل واحد متر في شحنه قد ايه؟ يعني مثلا لو الشحنه ديت اربعه والطول ده كام؟ اتنين يبقى كل متر فيه كام شحنه؟ عملت ايه؟ فهمت يعني لامدا؟ لامدا معناها بتقول لك ايه؟ تشارج بير يونت لينس يعني ايه تشارج بير يونت لينس؟ يعني الشحنه لوحدك طب زي ما عملت كده في الطول هعمل كده فين؟ بس هنا متوزعه على طول ولا مساحه؟ يبقى خلي بالك اسمها سيجما يبقى سيجما بتساوي ايه؟ يو على ايه؟ دي اسمها ايه بقى؟ سيرفيس تشارج دينس سيرفيس متوزعه على ايه؟ على سطح طب بدل سيجما تبقى هنا اسمها ايه؟ رو ها تشارج بس على مين؟ اسمها فوليوم تشارج ايه؟ دينس انت لجأت اللامدا وسيجما ورو لما الشحنه توزعت انت لجأت لهم لكن طول ما الشحنه متركزه في نقطه شفتهم دول شفناهم ولا الكرون ده بيسد معانا اول ما الكرون ده ما يسدش معانا نعمل ايه نروح نوزع بقى لامدا وسيجما وايه فيها مشكله طب ماشي انت قلت لنا تحدد الموضوع ازاي يعني ايه الحل برضه الحل يا باشمهندس بص بقى الحل الحل بدل ما تبدا تتكلم على الشكل كله قسمه لايه؟ قسمه لاجزاء يعني ايه قسمه لاجزاء؟ بص معايا مش ممكن اخد حته صغيره من السجنه صح ولا لا؟ الحته ديت هسميها ال ولا دي ال؟ اصل كلمه دي معناها جزء خلي بالك يبقى الحته دي كده اسمها ايه؟ هل جواها كل الشحنه ولا دي كيو؟ يبقى خلي بالك الدي ال جواها حاجه اسمها ايه؟ طب بعدها النقطه اسمه ايه؟ مش كده بقى ليها بعد ثابت؟ كده ينفع طبق الكروم؟ يبقى كده الايه بتساوي ايه بقى ساعتها؟ كي دي كيو على بس خلي بالك هو المجال اللي انت جايبه ده المجال بتاع الشكل كله ولا بتاع الحته؟ يبقى سميه ايه ولا دي ايه؟ وصلت؟ يبقى ايه دي ايه ده؟ ده المجال اللي جاي من حته اسمها دي ال اللي جواها شحنه اسمها ايه؟ طب انا عايز المجال اللي جاي من دي ال بس ولا جاي من كله؟ اعمل ايه عشان اجيب كله؟ تمام يعني معنى كده قصدك تقول بقى يبقى دي كلها هي عباره عن تكامل في الكي في الزي كيو على ار سكوير؟ فهمت؟ تاني الشكل عندي مش منتظم خد منه حته طب لما اجيب المجال بتاع حته تعرف تعمل ايه؟ هكامل اجيب المجال بتاع ايه؟ بتاع الشكل كله. طب مش ممكن ابدل الدي كيو دي؟ مش كده ممكن اقول لامدا بتساوي كيو على ال؟ طب لو انا خدت الطول كله يبقى في الشحنه كلها. طب لو خدت جزء وطول اسمه دي ال؟ حاجه اسمها ايه؟ يعني قصدك تقول بقى يبقى الدي كيو بتساوي لامدا في دي ال؟ صح ولا لا؟ ارجع هنا بقى يبقى دي بتساوي تكامل كي في لامدا في دي ال على مين؟ خلاص صعبة؟ وطلع الثابت بره زي مين الثابت؟ دي ثابت واللامدا ثابت والكامل دي ال على ايه؟ طبعا بيكون في بدايه وفي ايه؟ فهمت الفكره؟ انا مش بشرح اثبات انا بشرح فكره. فهمت الفكره؟ تاني يبقى لما يكون عندك شكل ما ينفعش تطبق عليه قانون قسمه لاجزاء صغيره. ليه؟ لان كل جزء صغير يعتبر نفسه كانه ايه؟ كانه بوينت تشارج. اعرف اطبق عليه قانون؟ بس عندي مشكله الحته ديت انا جبت المجال بتاعها صغيره انا عايز اجيب المجال كله اعمل ايه؟ اعمل تكامل. وصلت؟ زي ما عملت هنا اعمل كده برضو في مين؟ في المساحه واعمل كده مين؟ في الحجم. واثبات بس ولا عيب؟ ده شرح مش اثبات. لا بيجي على مساحه؟ تيجي ناخد مساحه على الموضوع ده؟
ليه ما خرجناش ار سكوير بره؟ هي ار سكوير ثابته؟ لا. ليه؟ لان بعد النقطه من الشقه دي غير دي غير دي غير دي. الكلام ده لو دايره يبقى الار ثابته، لكن دي مش دايره. ناخد مثال خمسه، رقم خمسه، رقم خمسه. شويه هجيب لك اللحم، هجيب لك اللحم. رقم خمسه يا شباب، يقول لي ايه في خمسه؟ تسمع خمسه دي هتفهمنا، خلي بالك خمسه دي هتفهمنا. خمسه بتقول ايه؟ رود اوف لينس ال. مهندس اسمعني، مش عارف اخلص، اسمعني مش مثلا رود اوف لينس ال. عندي رود طوله اسمه ايه؟ فانا الرود ده حاجه شبه القلم كده، خلاص. ايه طوله اسمه ايه ده؟ ال. والحته دي كده اسمها ال. خليك معايا، خليك معايا. رود اوف لينس ال هاز ان فورم بوزيتيف تشارج باليونت لينس لامدا، عليه توزيع شحنات مقدار اسمه ايه؟ ليه كيو على ال يعني. انا قصدي يقول هنا خلي بالك انا موسع بلمدا، حتى لو ما قالش انا عارف اصلا صح ولا لا، طالما بتكلم على طول يبقى لمدا صح. طيب كمل معايا، قول لي عليه توتال تشارج اسمها كيو. كالكوليت ذا الكتريك فيلد، ده احسب ايه؟ المجال الكهربي. ات بوينت بي، عند النقطه بي، ذات از لوكيتد اراوند ذا ايه؟ اكس اكسس اند ديستانس ايه فروم 1 ان. ها ديستانس ايه فروم 1 ان، يعني على بعد ايه من احد ايه؟ يعني بص كده نعتبر دي النهايه، ماشي؟ يبقى على بعد ايه؟ وصلت؟ طب انا عندي مشكله برضه، هل بقى هنا المجال يتطبق عليه القانون بتاعنا العادي؟ ولا القانون العادي يتطبق على البوينت تشارج بس؟ طب اعمل ايه بقى؟ ايه الطريقه بتاعتنا؟ ناخد حته صح ولا لا؟ ناخد حته في مشكله؟ بعد الحته عن المحور اسميها ايه؟ اكس. ينفع ما ينفعش؟ انت مش قادر يلاقي سمك معين؟ هسمي السمك بتاعها دي ايه؟ دي اكس. يبقى دي اكس سمك الحته وبعدها اسمه ايه؟ تعرف تجيب المجال اللي جاي من الحته الصغيره دي؟ هي الحته الصغيره دي عليها كيو ولا دي كيو؟ دي كيو. مش كاني اعتبرت ان الحته دي كده بوينت تشارج؟ بعدها عن النقطه دي ايه؟ اكس. اعرف اجيب الاي بتاعتها ولا لا؟ يلا الاي بتساوي ايه؟ المفروض كي، اقول كيو ولا دي كيو؟ دي كيو. هو ده اسمه ايه؟ اكس سكوير. بس سؤال، هو انا جبت دوت ايه ولا دي ايه؟ ليه ما قلتش ايه بقى؟ هو ده جاي من الرد كله ولا حته من الرد؟ ما بقولش ايه، اقول ايه؟ طب انا عايز دي كلها اعمل ايه؟ اعمل تكامل. يعني معنى كده ان الاي هتساوي تكامل الكي في الدي كيو على مين؟ اكس سكوير. صعبه؟ طيب فاكرين اللمبه دي؟ لو انا خدت الشحنه كلها يبقى انا خدت الطول كله. هو انا خدت الطول كله ولا خدت حاجه اسمها دي اكس؟ يعني معنى كده لو خدت حاجه اسمها دي اكس يبقى في حاجه اسمها ايه؟ يعني ممكن اشيل دي كي واحط مكانها ايه؟ لمبه؟ لمبه دي اكس. يعني معنى كده يبقى سامي تكامل الكي بدل دي كي واحط مكانها لمبه دي اكس. ده كله على مين؟ وانا كامل من فين لفين؟ هكامل من اول الرد لغايه ايه؟ مش انا عايز اخد الرد ده كله؟ اخد الحته دي والحته دي والحته دي والحته دي والحته دي، مش التكامل بيجمع؟ طيب انا واقف هنا الاكس بكام؟ ايه؟ ايه؟ انا واقف هنا يبقى البعد بتاعي اسمه، وانا واقف في الاخر يبقى ال زائد، يبقى التكامل بتاعي من فين لفين؟ من ايه لايه زائد. بصيت الاجابه ازاي؟ اول الحاجه واخر الحاجه. اول الحاجه يبقى بعد اسمه ايه؟ طب اخر الحاجه يبقى ايه زائد؟ ده معنى كده ان انا هكامل من ايه لايه زائد. صعبه؟ طيب كملوا معايا، مين يطلع بره التكامل؟ الكي واللمبه. هيبقى انا جوه مين؟ تكامل من ايه لايه زائد ال، بس مين؟ واحد على اكس سكوير ايه؟ وصلت؟ حس التكامل بقى يلا، ازاي بكامل واحد على اكس سكوير؟ طلع اكس سكوير دي فوق صح؟ خليها ايه؟ سالب 2، يبقى كده كي لمبه تكامل اكس سالب 2 مين؟ من فين لفين؟
طب يلا اجمع اس واحد بيقسم يعني معنى كده الاكس في سالب 2 تبقى كام؟ يبقى دي لندا اكس في سالب 1 على ده كله من فين لفين؟ حد وقع منه الكلام ده اشرحه ابطا من كده شويه؟ اجمع اس واحد واقسم يعني مش هحفظه غيرها في الكليه دي خلي بالك. طيب ايه بقى السالب 1 ده مش ممكن يطلع فوق؟ طيب بص كده معنى كده كي لندا بدل ما اقول اكس سالب 1 خليها سالب 1 على ده كله من فين لفين؟ بعوض مره باللي فوق ومره بايه؟ باللي تحت. يلا معايا يبقى كي لندا سالب 1 على اي زائد ان ناقص وفي سالب بقت زائد 1 على اي. ينفع نوحد المقام؟ مقام في مقام طرفين في ايه؟ وسطين. يعني معنى كده كي لندا اي A زائد N البسط بقى يبقى عبارة عن ايه؟ سالب A زائد A زائد N صح؟ سالب A و A كده آخر حاجة بقت ايه؟ A لندا N على A زائد N. شوف الكتاب عامل ازاي؟ دي خمسة كانت صعبة عليكم دي. حد عارف يخليها لوحده؟ اسأل بس علي صوتك. طيب لندا مالها؟ لندا كيو على ايه؟ طب لو خدت حتة من اللي اسمها اكس وفيها كل الشحنة ولا حتة من الشحنة؟ الشحنة كلها اسمها كيو. لو خدت جزء بس اسمه ايه؟ لا ما انا مسمي يا شباب يا شباب في حد بيسالني ليه ما سميتش ديت تي ال مش دي اكس؟ بص دايما لما تحط مسافه اسمها اكس سمي المتغير اللي بيتغير ايه؟ دي اكس. بس خلي بالك سميته دي ال وما ال ده رقم ثابت. هل ال ده متغير ولا ايه رقم ثابت؟ دايما بتسمي السمك بالحاجه المتغيره. بص يا شباب لو انا سميت السمك دوت واي او سميت المسافه دي واي بس السمك اسمه ايه؟ اسمه ار. يبقى دي ار. دايما الحاجه اللي اسمها دي حسب اللي بتغير ماشي؟ فهمتها ديت؟ طيب انتوا معايا ولا لا؟ ناخد اثبات؟ هناخد واحد بس حد؟ معلش واحد بس يا عم انا عايز امشي infinite سلك او infinite واير. يعني سلك ايه؟ غير معرف في البدايه وغير معرف في ايه؟ النهايه. او very long واير يعني ايه؟ سلك طويل جدا. بص معايا كده السؤال ده بيجي في امتحان ازاي؟ اثبات. بيجي اثبات يقول لنا كالكوليت ذا الكتريك فيلد ديو تو very long واير خلاص؟ at distance r from the center يعني ايه؟ على مسافه r من المركز.
طيب انا حطيت نقطه بوضعها ايه النقطه دي اسمه ايه اسمه ار دي مشكله كده طيب انا اعرف اجيب المجال كده حته واحده ولا اقطعها اقطع صح كده هاخد جزء صغير من السلك اهو طيب هل اسمي كيو ولا دي كيو دي كيو طب والحته دي اسمها ايه دي ان يبقى خلي بالك دي كده فيها دي ان وفيها شغله اسمها ايه دي كيو مش ممكن اسمي بعد الحته دي كده اسمه ار هو ده ار بقى اللي بتكلم عنه مش عملنا زي اسمها سيتا حد كده في مشكله يلا ابدا معايا اقول لامدا ولا سيجما ولا رو لامدا لامدا خلي بالك احنا كده بناخد اثبات الايه اثبات الموبايل لامدا هتساوي كيو كلها على مين على ايه هو انا واخد ال ولا واخد دي ال يبقى خلي بالك يبقى دي كيو على دي وصلت لما اخد حته من الطول بيبقى في حته من الشحن جزء من الشحن طيب كمل معايا انا قصدك تقول بقى ان دي كيو هتساوي ايه لامدا دي ال لحد كده في مشكله ايه رايك نجيب المجال مشكله اكيد دي بقى بوينت تشارج برده فين القرار بتاعها كي كيو على ار تربيع يبقى دي بتساوي كي اقول كيو ولا دي كيو على ايه على ار سكوير هل بقى ده اي ولا دي اي دي اي انا عايز دي كلها قبل ما تكمل لما تعوض عن دي كيو بايه لامدا دي ال يبقى كده دي اي بتساوي كي لامدا دي ال ده كله على مين على ار سكوير ده كده حاجه اسمها دي انا عايز دي بقى عايز الاي اعمل ايه عشان اجيب الاي اكمل صح يلا نكمل مع بعض ركز معايا الاي هتساوي التكامل خلي بالك بص في حاجه بقى مهمه مش هقول تكامل الدي اي بس اقول تكامل الدي اي كوزاين سي ليه بقى اسمع دي اسمع دي لان اي مجال هيجي هنا اهو يبقى اسمه ايه المجال ده اسمه دي اي مش المجال ده هيتحلل جزئين على اكس وعلى واي ازاي دي اسمها ايه سيتا هيتحل هنا دي اي كوزاين سيتا وتحت دي اي ساين سيتا طب زي ما في جزء فوق هيبقى في جزء برضو ايه تحت اهو هيعمل مجال ازاي ده كده طب المجال فوق هيتحلل ازاي هيبقى فوق برضو دي اي ساين سيتا وهنا حد خد باله ان دي اي ساين سيتا فوق هتلاقي دي اي ساين سيتا تحت مين بس اللي بيتبقى دي اي كوزاين يبقى خلي بالك دايما المركبه اللي على الساين ايه اللي بيحصلها بتلاشي بعضها واحده لفوق واحده لايه لكن دايما اللي على الاكس بيجمع مع بعض يبقى كل دي بتاثر ولا دي كوزاين سيتا بس اللي بتاثر لان دي ساين ما ايه ما بتاثرش وصلت خلاص مش مضطر تعمل كده خلي بالك دي للتوضيح بس مضطر تعمل كده برضه حد يقول لي هو انا ما خدتش ليه اتنين دي اي سانتو لاين سي وانا واخد قطعه واحده ولا قطعتين واحده بس ده اتنين دول عشان اوضح لكم بس انا واخد قطعه واحده انا لو خدت الاتنين كنت هكمل نص السلك بس خلي بالك خلينا ايه واحده بس يلا كمل معايا يبقى تكامل بدل دي اي كي لامدا دي ال على ار سكوير ده كله اتنين طلع الثابت بره مين هو الثابت؟ الكي واللامدا انا جوه تكامل دي ان زي نسيت على ايه؟ وانا هكمل بالنسبه لمين؟ انا كده عندي كام متغير؟ ثلاثة الار متغير والال وسيتا لازم تختار حاجه واحده بس ينفع اكمل حاجات ثلاث مرات؟ لا هختار سيتا سيتا يبقى بدايتي ايه ونهايتي ايه؟ بص معايا كده عشان عايز اجيب اول السلك لغايه اخر السلك بص كده معايا لو انا عملت لك كده خلاص وعايز اجيب اول السلك من تحت مش كده سيتا كل ما انزل تحت ايه اللي هيحصل لسيتا؟ لغايه ما توصل لكام تحت؟ 90 بس تحت يعني ايه؟ سالب طب عايز اجيب اخر السلك لفوق تكبر 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 لغايه ما اجيب اخره كام؟ 90 يبقى كده هكمل من كام لكام؟ من سالب 90 لموجب سالب عشان ابص اجيب اول السلك من تحت وابص اجيب ايه؟ اخره من فوق يبقى من سالب 90 لايه؟ لموجب 90 ده انا هكتبها ازاي؟ هكتب من سالب باي على الاثنين ليه؟
طب عندي مشكلة تانية. اتفضل. لا انا قلت لك لو خدت كنت 30. لا ده انا عشان اوضح لك بس ان الساين مش موجوده، بس انا مسحتها تاني اهي. لا انا خدت دي اي كوزين ستا بس، بس هكمل على السيت كله. لو خد لك 2 دي اي يبقى اقول من 0 ل 90. لو انت خدت 2 هتقول من 0 ل 90 بس. معايا يا شباب؟ نعم؟ يعني 90؟ ايوه انا عارفه. ازاي؟ يا شباب ازاي 90 وسالب 90؟ القلم اهو صح؟ كل ما القلم ارتفع لفوق انا بعمل ايه؟ مش ببص لفوق؟ مش بعمل زي ما كده ايه؟ اكبر؟ طب هو اصلا انا مش عارف اجيب اخره. وانا اخر ابص لغايه كام اصلا؟ 90؟ يبقى اخر زاويه ممكن ابص لها كام؟ طب واخر زاويه تحت ممكن ابص لها كام؟ 90؟ باعتبار ان السلك مش عارف اجيب اخره يعني. طيب كمل معايا. ينفع اكمل ثلاث حاجات مع بعض؟ لازم اعمل ايه؟ لازم ابدل حاجتين منهم. انا اخترت سيتا يبقى ابدل مين ومين؟ ابدل الدي ال وابدل؟ تعالى جنب كده. ايه علاقه الار بالسيتا؟ تعالى نشوف. قلت كوزاين سيتا من هنا كده. كوزاين سيتا. يساوي كوزاين سيتا. ار كابيتال على ايه؟ انا عايز ار سمول بس بقى. ار سمول عباره عن ايه؟ ار كابيتال على هو مقلوب كوزاين ايه؟ سك. يعني معنى كده ان ار سمول هي عباره عن ايه؟ ار كابيتال بس ايه؟ سيكس. صعبه دي؟ عايز ابدل مين كمان؟ ازاي اربط الدي ال بسيتا؟ على فكره الدي ال اللي هي الحته دي. ماشي؟ خد ايه بقى؟ لما اخد الساين لما اخد التان صح؟ مش الساين عباره عن مقابل على وتر؟ طب والتان؟ مقابل على مجرد؟ الاثنين فيهم ال. اختار الساين ولا التان؟ اشمعنى؟ عشان لو اخدت الساين هتدخل معايا ار سمول تاني وانا عايز ابدلها اصلا. صح؟ لكن لو دخلت معايا ار كابيتال فيها مشكله؟ ار كابيتال ثابت هيطلع بره. طيب ياخد تاني. يبقى تان سيتا بتساوي ال على انا عايز ال بس. يبقى ال بس هي ايه؟ ار تان سيتا. هو احنا عايزين ال ولا عايزين دي ال؟ يبقى فاضل او اشطب. يبقى فاضل الثاني ايه؟ سيك سكوير ايه؟ ماشي؟ هي مشكلة؟ نرجع نبدل بقى يلا. يبقى بتساوي الكي واللون ده هيك، وادي التكامل اهو. سالب باي على الاثنين ليه؟ ممكن اشيل دي اللي احط مكانها ايه بقى؟ ار 6 سكوير سي. في من الاول ايه اصلا؟ كوزاين سي. وفي تحت ايه؟ ار بس هي عبارة عن ار 6 سيتا. بس مش ار بس، دي ار تربيع. يبقى ايه؟ ار تربيع سيك تربيع. اعمل ايه بقى؟ سيك تربيع مع سيك تربيع والار مع التربيع يبقى لنا ايه؟ تطلع بره. يبقى عباره عن ايه؟ كي لامدا على ار تكامل كوزاين بس. دي سيتا اللي هي الحاجه اللي بالنسبه لها يعني. من سالب باي على الاثنين ايه؟ على فكره انا كنت ممكن اضرب في اثنين واقول من صفر لباي على الاثنين. ممكن اعمل كده؟ طالما الداله ديت ايه؟ متماثله. بس ممكن تسيبها كده خالص. تكامل كوزاين ايه؟ ساين بس. تفاضل الكوزاين هو اللي ايه؟ ماشي بمعنى كده كي لامدا على ار ساين. لما كتير عمال اقول بتطلع بس الفل فين؟ من سالب 90 ل 90. هعمل ايه في التعويض؟ مره اعوض ب 90 ومره اعوض؟ يعني معنى كده كي لامدا على ار ساين 90 ناقص صح؟ ساين هي الساين بتعمل ايه في الاشاره؟ يعني الساين سالب 90 بتبقى ايه؟ طب سالب 90 بكام اصلا؟ يبقى دي واحد ودي كام؟ يبقى كام؟ 2 كي لامدا على تمام؟ طب ثواني هتتفقوا كده خلاص؟ المرة الجاية هناخد ايه بقى؟ هناخد الاثباتين ونكمل؟ طب ممكن تقروهم بقى؟